يا مرحبا فيكم مشاهدينا في برنامج المطبخ. اليوم طبختنا مرقوق لحم. ليش سموه مرقوق لحم؟ طبعا لان تنطبخ كل هالمكونات ذي داخل الجدر، وتنضاف لها اخر شيء العجينه وتنرق داخل الجدر. تعالوا معاي المطبخ ونشوف الطبخه. اليوم طبختنا مرقوق لحم. راح اعرفكم على مكونات المرقوق اللحم. نحتاج خبز مقصص، ونحتاج لحم طبعا حسب الرغبه، لحم دياي اللي انتم تبونه، بصل والو، وما تحتاج خضره وايد، حطينا بس فيه جزر وفلفل بارد وفلفل حار، حشيش وشبنت حق المرقه وطماط. تعال معانا خلينا نسويها الطبخه. وهذه ولع النار، حط الزيت. الخطوة الأولى نحمس البصل كأن احنا نسوي صالونة. نطر النار شوي. بداية نحمس البصل، المرقوق نسوي المرقة ونحط فيها عناصر بسيطة من الآلو والجزر والفلفل، ما نكثر فيها. الثريد طبعا نحط فيه الخضره، نكثر فيه الخضره، ولما نسوي المرقه نرد نقص الخبز سواء كان خبز رقاق او خبز خباز نستخدمه عادي، ونصب عليه المرقه فوق. المرقوق لا يستوي داخل الجدر نفسه، وممكن نستخدم عين وممكن نستخدم خبز. الاوليين كانوا يستخدمون اكثر شيء العين، طبعا احنا اليوم استخدمنا خبز بس مو في الاستواء الكامل، لا شوي بينه في عينه، بس حبيت اوضح لكم هاي النقطه. ما نحتاج ان البصل يوصل لونه الى البني، ما نحتاجه. نزلنا الثوم نحمسه، حطينا الثوم نحمسه مع بعض، غير لون بس شوي ثوم، وراح ننزل اللحم. طبعا انا فحته اللحم في البدايه، وترى انتم عارفين طريقه الفوح اللحم الى درجه الاستواء ماله تقريبا، لانه ما بياخذ له وقت على النار ويا اللحم. بعد ما استوى راح نسوي المرقه مالت المرقوق. بدايه بحط فيها الطماط، معجون الطماط تبدأ حركه، نزل كمية من الآلو على حسب رغباتكم. بحرك فيه. أسرع من هاي الطبخة ما يعني أسرع من هاي الطبخة ما بتحصل. طماط. حركة مع بعض. نبتدي نحط البهارات. محتاجين حق لومي، لومي اسود،
قفشتين من اللوم، ابزار مخلوط، جلجلان وسنوت، وهي سنوت قفشة واحدة بس، كركم قفشة، حط عليه لومي، الحركة ما ننزل اللحم الحين، ننطر شوي عليه. دائما في طبخاتي استخدم دائما الاسبار، يعطي نطعة حلوة في الأكل. ننزل الخضرة، راح ننزل الخضرة كلها، نحركها مع بعض، نحط الملح، رشة ملح خفيفة، نبتدي نحركهم مع بعض، ننزل اللحم الحين. قلت لكم انا البداية ان انا فحت اللحم قبل عشان ما تقدر تخلي اللحم مع المرقوق في البداية ما يكون ناضج، فبياخذ وقت اكثر، فبيذوب الالو والخضره داخله. طيب نخلطهم مع بعض، بسم الله. أنا خليت الماي مال فوحة اللحم وبستخدمه الحين حق المرقة. محتاج بعد ماي. نكثر من الماي. راح احتاج ماي اكثر بعد شوي. اضيف عليه الشبنت والحشيش. وما انزل الخبز او العين اذا عندي لين فاح. راح اضيف عليه بس ماي زياده. راح اضيف له ماي شوي. كل ما كثرنا الماء كان أحسن. راح أخليه بس فترة إنه يفوح، المرقة تفوح وأنزل عليها الخبز. طبعا فوحة المرقة مالتنا الحين راح ننزل فيها الخبز. أأكد لكم المعلومة مرة ثانية، حق المرقوق يحتاج انك تسوي تقطع الخبز، مو خبز مستوي بشكل تام، لا تحاول تروح تاخذ من الخباز انه العينة يا دوب بس حطها طقة واحدة وشيلها فيها عين، العينة بتشبع اكثر في المرقة مالتها بكون احلى بطريقتهم. طبعا حركة بهاي الطريقة، قلت لكم ان في ناس تستخدم العين وفي ناس تستخدم الخبز
المرقوق ما يصير بخبز الرقاق. ننزل خبز كل ما نقدر. حركه. نحاول نجيب اللي في القاع فوق. هاي الطريقة. تقريبا نقصر على النار حادة ونخلي يترسى. نسكر عليه ونخلي شوي ونرجع على مرة ثانية. شيك على المرقوق. ما شاء الله. طبعا محتاجين فيه مرقة. وهاي اللحم. طلع الليمون. بسم الله. شوف قوام المرقوق شو صاير. بسم الله. طبخة صارت جاهزة. مرقوقنا صار جاهز ما شاء الله. طبعا ما يحلى المرقوق الا بعصره اللون. وهاي الجرجير والبصل. اتمنى ان الطبخه عجبتكم. اشوفكم في الحلقه الجايه. مع السلامه.